حبيت مستشفى نزلت. إذن ثاني يوم عيد في المناوبة، الظروف المسخرة لمرضانا. نعم الحمد لله كل الظروف مسخره، وكما شفتوا كامل هي لا بليبار زعما تاع المرض هما خرجوا، واللي هم باقيين كاين السيسي وكاين ميتينان تاع هذوك اللي راهم باقيين. وعندكم طاقم اونكولوجي؟ عندنا طاقم منوي كامل كامل كامل، بالونس لي ميتسان سبيسياليست راديولوجي لابوراتوار كامل كامل طاب كما دي جور نورمال. تهانيكم بمناسبه العيد. احنا اولا نشكر اذاعه عين تيمو الشمس، شكرا دائما واقف هذا المواقف هكا المواقف هكا، ونتمنى لكم عيد مبارك خاصه الاذاعه ومرضى ثاني تاع المساكين هذو اللي راهم نسيتو اللي راهم هنايا والشعب الجزائري الاسلامي ان شاء الله. شكرا. قبل الله منا ومنكم صيام القيام وصالح العام. بمناسبه عيد الفطر تقدم محلات الرئيسيه للتصوير لادخال الفاجعه والسرور على الاطفال بعده نشاطات تفريحيه من بينها بعد مليئه الموجودين حول الشارع. هناك حاولوا عبور في الشارع يتريك لألعاب داخل الاستوديو الداخل، وتقدم بالنظر لألعاب الألمانية المتواجدة في الشارع. الأنشطة اللي هي على مستوى ولاية عين تيمو الشمس من كل عام بمناسبة عيد الفطر. كاين إخوة كبيرة العيد كيما هكا كل عام كيما هكا كل عام كيما هكا كل عام هكا العيد ما تحاول اي حاجه ما تقيها كيما الدار كيما انت سبيسيال زعما الصباح حاولت نخبز نضرب كاع شوف أمينة السلام عليكم. نشكركم على ومن على طرواج الكاجون حلوا كل شيء. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. صحيح.